اعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه عن بدء تنظيم العديد من ورش العمل تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك الذي وقعه الاتحاد العام للغرف التجاريه من منظمه هيومان رايتس الالمانيه والذي يهدف الى تاهيل الشباب المصري للالتحاق بسوق العمل في المانيا في مختلف المجالات وجعل عربي شعبه شركات الحاق العماله بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجاريه بسرعه البدء في تنظيم الفعاليات والورش التي تساهم في خلق كوادر لتسهيل عمل الشباب في المانيا مشيدا بالعماله المصريه المشهود لها بالكفاءه والالتزام.